مساء الخير، اهلا وسهلا بالجميع من خلال شاشه ال بي سي اي بسحب جديد للوتو اللبناني مباشره على الهواء بتوقيت جديد استثنائيا خلال شهر رمضان المبارك. رح منطلع عليكم كل اثنين وخميس بتمام الساعه 6 الا ربع. تذكروا هيدا التوقيت، توقيت تغير صحيح، انما الجوائز بعدها ثابته والربح بعده موجود، وبكل سحب في عنا ناس بتربح وان شاء الله يوصل الدور للجميع. الليلة الجائزة الأولى وصلت ل 347 مليون ليرة كاش، لأنه سحب الماضي الجائزة الكبرى يلي تخطت 3 مليار وشوي انربحت. الليلة إذا رجعنا لجائزة قيمتها حوالي 347 مليون ليرة. المرتبة الثانية قيمتها حوالي 150 مليون ليرة، طبعا في حال انربحت نعرف المبلغ على الأد، وزيد الليلة 75 مليون ليرة كاش. إذا هول هن الجوائز كلهم، بيبقى أعطيكم أكيد رقم السحب لحتى تتأكدوا وتكونوا مشتركين بهذا السحب، رقم السحب 1894. وضروري أذكركم إنه لازم تكونوا متاكسين ومنمرين ومشتركين قبل الساعة 5، لأنه كل مراكز اليبانيز دي جو بتسكر على الساعة 5، وطبعا حتى الاس ام اس في حال تكسوا بعد الساعة 5 بتصيروا مشتركين في سحب الجي. جود لك للجميع، واكيد صار وقت ننتقل مباشره لمكنه اللوتو لحتى نتابع انا وياكم السحب ونشوف شو رح تختار. 6 طابات اساسيه للجائزه الاولى وطابه 7 اضافيه للمرتبه الثانيه. الأولى رقم 7، طابة الثانية 12، طابة الثالثة 16، عشرة، طابة الرابعة 30، الطابة الخامسة 3، طابة 6، والطابة 7 الإضافية للجائزة الثانية رقمها 26. ست طابات أساسية بخولوكم الليلة تربحوا إذا حوالي 347 مليون ليرة للجائزة الأولى، طبعا لكل الأشخاص اللي هلأ دوروا التي في. والطابة السبعة الإضافية لربما شي طابة من هول الست طابات ما زبطت معكم وناقشت معكم الطابة السبعة الإضافية الليلة، تقريبا المرتبة الثانية حوالي 150 مليون ليرة. رح منتابع هلأ أنا وياكم سحب زيد في خمس أرقام لازم يكونوا موجودين على ورقة زيد يلي بين ايديكم، واكيد لازم تكونوا دافين 1000 ليره زياده على ورقه اللوتو. على كل حال وقت تروحوا تكسوا لوتو، وهي صارت معي دائما، بيقنعنا المحل انه بلا العبه زيد رح تغص ب 1000 ليره زياده، بقول له طيب يلا. فبتصور الاكثريه بيكونوا لاعبين زيد. والرقم الليلي هو 73609، 73609 رقم الربح الليلي بسحب رقم 1894. خلصنا
كل السحبات لوتو وزيد بيبقى نعرف النتائج ان ربحت او ما ربحت الجائزه الكبرى الليله باللوتو اللبناني. لاقونا بعد بريك. منين جايبك الهول؟ كنت عند الحلاق. شاولك كنت بالسوبر ماركت. دخلك وين بنتك ما بتساعدي؟ ما بنتي بكندا وابني بدبي، بس كل السوبر ماركت هو بجيب لي اياهم. انا وقعدي على الصوفة بنقي اغراضي واصل اونلاين وهو بدفعهم بالكارت تبعه. عايش برات لبنان؟ واصل اونلاين ويب سايت جديد بتلاقي عليه كل اغراضك، بتدفع من البلد يلي انت فيه ونحن منوصل الطلبيه لعائلتك واهلك بلبنان، هيك بتشجع المنتجات اللبنانيه وبترتاح من الحسابات والتحويلات. كل حدا منا بيختار تصميم بيته حسب اسلوب حياته. تشكيلي الجديد من استقبال بتحاكي روح الحياة مركزها وبغض النظر عن تغير الزمن. كاسبر اند جامبينيز يلي قدم لكم اطيب كاسبريسو اسبريسو بقدم لكم اليوم القهوه اللبنانيه كاسبريسو يلي بتختلف بحبيتها المحمصه على الهواء السخن مش على النار مثل غيرها وبتعطيكم هالطعم السلسي بدون اي حموضه. كاسبريسو القهوه اللبنانيه الوحيده المحمصه على الهواء. كاسبريسو على الهواء سوا. زيوت نباتية بلا بالطعم العائلي كله. دومو أشطالية دومو مهلبية بانكيك كريبس ومافينس كلن عالصبحية دومو كريم كراميل وكاستر ولا تنسى من عشية دومو سحلب وآيس كريم في الشتوية والصيفية جند العصرونية كما قوت جالي وكيك تتكمل الغنية وعلى كل شي بيلبق وبكريم مخصوص على ياهي دومو كل يوم خبرية. تسوقوا أونلاين على order.meptico.com. حمض الهايالورونيك سر البشرة شابة ومرنة. الآن في عناية بفعالية استثنائية جديد هايلورون إكسبرت سيروم من لوريال باريس. قوة حمض الهايلورونيك عالي التركيز في تركيبة سائلة يتغلغل بعمق البشرة ليعزز مرونتها لترطيب مكثف ويقلل 40% من الخطوط الرفيعة عشان تضل بشرتي مشرقة. جديد هايلورون إكسبرت سيروم من لوريال باريس لأن نستحقه. Armed forces as the defender of the state will be ready to do their part to help in any way that they can. I was very impressed with the flexibility, foresightedness and strategic thinking I met among all levels of the LAF about how they can help. الدولار بعده عم يطلع
والغلاء عم بيزيد ورح نصير كلنا عايشين تحت خط الفقر مثل ما صار بفنزويلا. الحل الوحيد هو قانون مجلس نقد Currency Board بقوي الليرة وبيثبت الدولار وبيوقف ارتفاع الأسعار بظرف 30 يوم. هيدا الحل خلص هونغ كونغ من أزمة بتشبه لبنان وصارت من أغنى دول العالم. وهلأ لبنان بيحتاج من النواب يقروا قانون مجلس نقد. يا جماعة عندي زوم ميتنج مع مكتب دبي رح تفوتوني بالحيط. يا ماما تعي شوفي لي سونيا عم تقطش من أستراليا. كافي بوستريمي بور لسيوس رح ينزل بعد الفحص. خلصت أيام دوري ودورك وطفي ودور. اي بلان بيقدم لك انترنت اوبن سبيد وانليمتد مع اشتراك كيبل فيجن. لتعرف اكثر زور موقعنا idm.net.lb او اتصل على 1282. اي بلان بيجمع الكل. انا معك بحس بامان وببطل خاف من اي شيء. كل قصص الحب اللي عشتها قبلك كانت كذب ووهم. كل اللي مرق ما اسمه حب. انا عرفت الحب معك وما عشت هالاحساس من قبل. أنا كتير مبسوطة أمي، حاسة بإحساس مختلف، إحساس بالحب الحقيقي. عشق ودموع يومياً خلال شهر رمضان المبارك 7-10 المساء على LBCI. بدك تشوفي جوزك، بدك تعطيني اللي بدي إياه، ما في شيء ببلاش. رح حط الموبايل على ابني، بس إذا بتغلط بحرف واحد بس. شو رأيك اليوم تجي تنامي عنا؟ منسهر ومنتسلى لأنه بابا وماما مالهم بالبيت. وليش ما كنت عم تدعم موبايلك؟ دقيت لك ألف مرة. ولي على قلق الصوري ليكون ورط حالي بشغلة مالي فيها. إذا الوالد حاب يكون في عنده حدا بالبيت يروح يتجوز. بدك تجوزني؟ مو أحسن مالك قاعد عم تفطر وتتغدى وتتعشى ذكريات الخيانة؟ بانتظار الياسمين يومياً 11:30 المساء طيلة شهر رمضان المبارك على LBCI. لك يا صابر، انت ما شفت أسعد كيف كان عم يطلع فينا بجنازة؟ عم قلك بدي امسك غريمي بإيدي هدول وشوفه مثل الكل ميت قدام الخلق كلهم. يا ويلك من الله، في أبي عامل بنته هيك؟ صدقيني ما في شيء، خلاص بقى. بكي شو بكي؟ هيك قالت لك بنت لي. لا اوعى. تكون مفتكرني مالي شايفك ها؟ سوق الحرير يوميا 10:30 المساء طيلة شهر رمضان المبارك على LBCI. لحتى نتابع اللوتو صار وقت النتائج رح نتأكد من الأرقام مع أستاذ ويسام جوني. نرجع منشوف التابلو إلك أستاذ ويسام. سحب اللوتو رقم 1894 لنهار الخميس 22 نيسان 2021. الأرقام الستة الأساسية 7 12 16 10 30 3، والطابع السابع الإضافية للجائزة الثانية 26. شكراً لك. خلونا نشوف التابلو ونشوف شو وضع المرتبة الأولى بهيدا السحب. ربحت الأولى الليلة، فيها ورقتين بيربحوا الجائزة الإجمالية الليلة مثل ما قلت لكم حوالي 347 مليون ليرة رح تتوزع على شبكتين، كل شبكة منهم رح تربح حوالي 173 مليون ليرة كاش. ألف مبروك. المرتبة الثانية كمان ربحت وفيها شبكة واحدة رح تربح 175 مليون ليرة أكثر من المرتبة الأولى الليلة. ألف مبروك، ما بيتزع المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة فيها 43 شبكة، كل شبكة منهم رح تربح 1,700,000 ليرة. المرتبة الرابعة فيها 1,900 شبكة تقريباً بيربحوا 38,000 ليرة. والمرتبة الخامسة 25,682 شبكة رابحة وكل شبكة منهم بتربح 8,000 ليرة. ألف مبروك للجميع. حلو التابلو الليلة. الأولى من وين؟ SMS ومحل أنطونيوم بالحمرة. ألف مبروك. الورقة الشبكة الثانية مرتبة الثانية محفوظ ماركت بلبعة. ألف مبروك للجميع. أستاذ بسام لو سمحت زيد هلأ. زيد سحب زيد رقم 1894 لنهار الخميس 22/4/2021 حمل الرقم 73609. هيدا هو إذن الرقم الرابح إلى تابلو زيد.
ربحت الليلة زيد كمان. شهر رمضان كله خير وبركة على الجميع، وإن شاء الله يضل هيك يا رب على طول. وفيها ورقتين بيربحوا المرتبة الأولى 75 مليون ليرة، رح تتوزع على شبكتين 37 مليون ونص. إذن كل شبكة رح تربح من وين نربحه؟ محل مناس بسبنس بدبي، والورقة الثانية وتريبل آ سيل بصيدا. ألف مبروك أستاذ بسام صاحب الجي. إيه بتكون المرتبة الأولى؟ الجائزة الأولى حوالي 250 مليون. قد ايه؟ 250 مليون. 250 مليون ليرة. الثاني الجائزة الثانية حوالي 100 مليون. حوالي 100 مليون وزيد؟ وزيد حوالي 30 مليون. سحب عادي حوالي 30 مليون. شكرا لحضورك معنا. مثل ما عم بتشوفوا شهر رمضان المبارك عم بيكون خير وبركة وبحبوحة عليكم جميعا، وإن شاء الله يا رب يكون هيك مكمل مع اللوتو اللبناني. سحب الماضي انربحت، والقبل انربحت، وهيدا السحب انربحت اللوتو، وان شاء الله كمان السحب الجاي ال 250 مليون ليره تنربح بالاولى، بس لازم تاخذوا شبكات لوتو. من هاللحظه فيكم تبلشوا على الاس ام اس، وحيا لمركز ليبانيز دي جو، وباي باي.